68% من الشباب بيحصل لهم حالة قلق شديد لما بيلاقوا علامة الباتري لوم على الموبايل، و50% منهم بيوقفوا أي حاجة بيعملوها عشان يشحنوا أجهزتهم الأول. عشان كده في هابيانا قررنا إن احنا نلغي علامة الباتري لوم من الوجود. مع هابيانا احنا عاوزين نحط باور بانك على كل ترابيزة في الأماكن اللي بتروحها في يومك بحيث موبايلك ما يفصلش دقيقة. أول ما بدأنا في هابيانا كنا بس بنقدر نصنع 100 برودكت في الشهر، دلوقتي بنقدر نصنع 5000 برودكت. قدرنا نحل مشاكل المنافسين ما قدروش يحلوها بطريقة أسرع بمعدل 6 أضعاف. في هابيانا هدفنا تحسين جودة المنتج المصري، عشان عايزين كل واحد يشوف المنتج بتاعنا يقدر يمسكه ويقول بكل فخر صنع في مصر. محمود ومشروع هابيانا اتفضل. مش عارفه النهارده الحلقه كلها اسامي صعبه، بس اتفضل. هابيانا كلها حاجات صعبه. ايه هابيانا ده؟ هابيانا هي ميكس من كلمتين، هابينس ونيرفانا او جنه السعاده. هابينس ونيرفانا بالظبط. فكره برضه، فاخترنا كلام اصعب اكتر. ده اسم واحده صاحبتي، فهابينس هسميها بعد كده هابيانا. اوكي او هابيانا او هابي انا بالظبط. هابي انا. طب ايه ليه هابيانا؟ ايه علاقه هابيانا بالباور بانكس او تشارجرز؟ احنا لما لقينا ان الناس اما بتفصل منها الاجهزه بتاعتهم، اول حاجه بتحصل له بيحس ان هو اتضايق، بيحس ان هو زعلان. فكرنا ان احنا عايزين نلغي الفكره دي، مش بس في موبايلك، في اي موبايل، في اي جهاز شغال عن طريق بطاريه. فعشان كده عن طريق ده نقدر نعمل هابي انا. انت اساسا هندسه بترول مش كده؟ هندسه بترول دول بيخرجوا ياخدوا فلوس كتير قوي. ماشي. كملت يعني هندسه بترول ولا ما خلصتش؟ لا، انا اصلا دخلت هندسه بترول عشان كنت ثانويه عامه، يعني جبت مجموع عالي، فاهلي كانوا هيزعلوا لو ما دخلتش هندسه بترول، ما كنتش حاببها قوي، بس ما رضيتش ازعلهم فقدمت فيها. بس بعد ما اتخرجت حسيت ان انا مش حاببها، فعملت شيفت كارير على طول. مين معاك النهارده؟ احنا معايا اعضاء الفريق والكوفاوندر اللي معايا، معايا محامي الشركه واقف معانا كتير، ومعايا سلمى من الانكيوبيشن بروجرام او الانكيوبيشن بروجرام سبورت، يعني قدامنا سيت فوند.